بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، الإمام الحسين بن علي عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخوتي وأخواتي وجيراني وأصدقائي، وإلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجا، طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة ظلم قتلها، ولعن الله أمة ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سيل
وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي إذا شئت غدا تلقى الإله قرير عيني فحاشا أن تمس النار جسما عليه غبار زوار الحسين هذه الليلة ليلة الجمعة والكل مشتاق لزيارة الحسين والآن الآلاف والمئات عند قبر الحسين يحيطون به لكن انت اول ما توصل الى كربلاء اول قبة تشوفها قبة منه اول قبة تشوفها قبة ابو فاضل لكن ابو فاضل ما عنده شفين ولا عنده عين ابو فاضل يريد يستقبل زوار وكأني به يخاطب الحسين قل له يا اخو يا حسين لفاو من ساير البلدان شلون اقدر بلا شفين اضمهم خويا بالاحضان يا خويا حسين اترجاك رجع لي شفيني وبالراحة يا روح الروح شيل قال اريد انظر لزوار يا خويا شلون تبكي لي واقضي حاجة المحتاج باذن الواحد الديار ابو علي ابو علي اذا تقدر لحد قبري تشرفني يا نور النور زينب لا تجي وياك وحق ظلعمك المكسور أخاف تشوفني وتسأل عن وعد بشهر عاشور وانا منها ومن اسكنا يا خويا وش كثر خجلا يقول له لو اقدر هذا جواب الحسين للعباس لو اقدر زحف جيتك بس احذرني يا عباس سهم عينك سطب قلبي ومني خمد الانفاس إذا راسك يا خويا انصاب أنا جثة بليا راس رضيع اللاصق بصدري وأنا من ذبح عطشا وين السادة هذا البيت للسادة إذا خجلان
من زينب زينب بعد خجلانة سباح الطاغية للشام وغصب دخلها ديوانة شي يسوي أمام عيونها راسي ظل كسر أسنانة ورقية شبجت براسي وماتت حسرة بالحرمة أنا لحسين يا زوار واتكلم من المنحى مصاب لا تفصلون ترى العباس ما يقدر ولا تقولون لا جسم بحوافر خيل يتكسر ولا تقولون لا صدري بقى فوق التراب عريان حسين وحسينا حسين وحسينا الإمام الحجة يخاطب الزوار اسمع اسمع هذا البيت بيت الدعاء ولا عند حوائي يقول يا شيعتنا مودتنا درب لا تكون مزحومة ترى لزيارة أم حسين لفت أمه المظلومة لفت لفت بضلوع مكسورة لفت بضلوع مكسورة لفت بعيون ملطومة مستند على المسموم أبو محمد خليص حسين يا وجيئان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيئان اشفع لنا يا وجيئان عند الله اشفع لنا اللهم نسألك بالحسين الوجيء وجده وابي وأمي وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني إلا ما جعلتنا وشيخنا وقائدنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين اللهم شافي كل مريض فك كل أسير رد كل غريب إلى أهله ووطنه سالما غانما بحق محمد وآل محمد وإلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين الفاتحة تسبقها صلوات